طيب اليوم يا شباب إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب الخامس، بدنا نحكي فيه عن اللوبس والإتريشنز. اللوبس والإتريشن، إتريشن معناها تكرار، تمام؟ واللوبس يعني لفة، لفات. نعم، طبعا احنا بدينا في بداية الفصل وحكينا انه انا في عندي ثلاث انواع من انواع التعليمات. ايش النوع الاول؟ حكينا النوع الاول سيكوينشال. تمام، والنوع الثاني سكر الستارة يا استاذ هناك. النوع الثاني كونديشنال، والنوع الثالث حكينا اللي هو ريبيتد، اللي هو هذا النوع. تمام، يبقى هذا النوع الاول وهذا النوع الثاني وهذا النوع الثالث. تمام، يبدو انه بتحرك شيء تحت هناك ولا لا؟ سيكوينشال كونديشنال والنوع الثالث ريبيتد، اللي احنا بنركز عليه في هذا الباب. كيف؟ ريبيتد. تمام، حكينا انه هذه الوايل، ولو رقمنا الاسطر انا عندي هاي 1 2 3 4 5 6. تمام، الوايل شو معناها؟ انه طالما هذا شرط ترو ضلك كرر، فبالتالي هنا التسلسل التنفيذي ايش راح يكون؟ ركز معايا، 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. طالما الشرط هذا ترو، يبقى الوايل بتضلها تعمل تكرار لجمل 3 و 4 طالما انه الشرط ترو. لما يصير الشرط فولس بتوقف اللوب، وساعتها بنقفز من 2 لخمسة. نعم، وهي شكلها في الفلوت شارت بهذا الشكل، هي 1 2 3 4 5. اتفقنا انه 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 لغاية لما يصير نو، ساعتها بروح على جملة رقم 5. طالما يس ترو بنفذ او بكرر هدول الجمل. تمام؟ طيب نيجي نتبع الآن بتساوي 5، هاي هالآن في الذاكرة. قيمتها 5. الشرط بيقول إنه هل الخمسة أكبر من الصفر؟ ترو. وأنا عندي هنا وايل معناها إنه كرر 3 و 4 بالضبط زي هيك. روح اطبع لي الآن قديش قيمتها؟ هاي نقص منها 1 صارت 4 في الذاكرة، بدل ما كانت 5 صارت 4. تمام، روح كرر لي الجمل مرة ثانية، ما دام الشرط ترو بدنا نروح نشوف نفحص هل بنفع نكرر كمان مرة ولا لا. بنروح عند جملة 2، هل الأربعة، لأن قيمة الآن 4، هل الأربعة أكبر من 0؟ ترو. تمام، اطبع لي إياها، هيها نقص منها 1 اشطبها هنا وصارت 3. تمام، ارجع كرر مرة ثانية، هل الثلاثة أكبر من 0؟ ترو. اطبع لي اياها، هاي 3. تمام، اطرح منها 1 صارت 2. هل 2 أكبر من 1؟ نعم. اطبع لي اياها، نقص منها 1، هل الواحد أكبر من 0؟ نعم. اطبع لي اياها، نقص منها 1 صارت 0. هل الصفر أكبر من 0؟ لا. بالضبط، فبالتالي بنتقل من سطر 2 لسطر 5. هاي من 2 ل 5 هاي نو زي هيك مباشر. تمام، طيب هاجيت بدي اياك تركز معايا على مصطلح جديد حيمر معانا، ايش اسمه؟ iteration variables. ايش الايتريشن فاريبلز؟
هو عبارة عن المتغير اللي أنا بستخدمه في التكرار. المتغير اللي أنا بستخدمه في التكرار أنا عندي هنا إيش هو؟ الآن بالضبط. يبقى الآن هنا أنا عندي عبارة عن iteration variable، تمام؟ فبالتالي iteration variable بيلف فعليا حول sequence of numbers، سلسلة من الأرقام، زي ما أنت شايف هنا عبارة عن سلسلة 5 4 3 2 1. لو اجيت طبعت الان في جملة 6 هتلاقيها 0 بعد ما انت يعني هي قيمتها في الذاكرة 0. طبعا هنا بلاست اوف الجملة هذه شو معناها بلاست اوف؟ اطلق اطلق انه زي الكاونت داون على التنازلي 5 4 3 2 اطلق بلاست اوف. كيف؟ بالضبط، نعم تمام. فبالتالي هذا الكود اطبق اللابتوب يا أستاذ. هاي شغله زي هيك، هاي 5 4 3 2 1 بلاست اوف. تعال اطلع لي على قيمة الان بعد اللوب حتلاقيها انه 0 زي ما شفنا. طيب فعليا اللوب هاي وين ممكن نستخدمها؟ اللوب ايش في شغلات انت حواليك بتحتاج تكرار؟ زي ايش مثلا؟ على الحاسبة. اسماء محتاج انه انت مثلا بدك تدخل اسماء الشعبة كلها، ممكن. زي ايش كمان؟ ولا للحاسبة لو بدك تدخل مثلا عدة ارقام وتجري عليها عمليات حسابية. بس عندك في البيت قائمة المشتريات، الغسالة بتعمل عمليات تكرارية. ايش هي العمليات التكرارية؟ هاي والتلاجة بتشتغل في لوب كذلك، لانه انت في عندك دورة تسخين ودورة تبريد ودورة تسخين، تمام؟ انت عندك هنا في الغسالة شو بتسوي فعليا؟ بتعمل لدر رغوة وبعديها رينز تشطف، وهذا الكلام انه بتعمله بشكل تكرار، بتحط رغوة وتشطف، تحط رغوة وتشطف، تحط رغوة وتشطف. بعد ما تخلص عدد اللفات تعمل دراي اوف، تنشيف، تمام؟ هاي الغسالة كم مرة حتلف؟ حسب الكود تبعك اللي انت شايفه على اللوح، 5 الى ما لا نهايه، 4 الى ما لا نهايه. بالضبط. ليش؟ لانه الكنترول فاريبل بتعدلش عليه. بالضبط. شوف لي الكود هذا، تعال شغل. عمرها ما حتخلص الغسالة هذه. تحط رغوة بتشطف، تحط رغوة بتشطف، تحط رغوة بتشطف، تمام؟ بالضبط. اي ستوب. بالضبط. اللي ناقص انت عندك هنا ان بتساوي ان ماينس 1، تمام؟ هيك بتعمل 5 لفات، تمام؟
هاي انت عندك تحط رغوة بتشطف رغوة بتشطف رغوة بتشطف وهكذا. تمام؟ عشان ابين لك اياها كل لفة لحال ممكن انت ايش تعمل، احط لك فاصل هنا print هاي الفاصل زي هيك بين كل لفة واللفة التانية، وهنا ممكن اطبع لك برضو كذلك قيمة الان. انت بتبدأ هنا في اللفة الخامسة، بعدها باللفة الرابعة الثالثة الثانية لغاية لما تخلص كل اللفات. فبالتالي هاي اللفة الخامسة تمام، العداد انت عندك بخمسة، هاي بتعمل صابونة بعدها بتشطف، خلصت هاي اللفة، بعدها اللفة اللي بعدها هاي قيمة الآن، تعمل رغوة وصابونة وهكذا لغاية لما دراي اوف. هجيت هنا لو طبعت قيمة الآن قديش بتطلع؟ صفر. تمام؟ شوف اتأكد هاي قيمة الآن بعد الدراي اوف بصفر. تمام؟ واضح انه اللوب هذه شو اهمية الكنترول فاريبل فيها، وانه اللوب فعليا انت مستخدم انت عندك بشكل كبير في الاجهزة اللي حواليك، انه هي بتعمل عمليات بشكل تكراري، فانت ممكن تعملها بهاي الطريقة. ممكن ايش؟ ممكن المايكروويف. تمام؟ اي واحدة؟ سطر ايش؟ نعم. وين جاي على الجنب؟ كيف؟ هذا الآن خمسة يعني قبل ما ندخل في الوايل، بس كل مرة كنت أنا نطرح واحد والقيمة النهائية لإلها صفر. كل مرة أنت بتطرح واحد من الآن، فبالتالي إنه القيمة النهائية إلها صفر. تمام؟ نعم. طيب هجيت اللوب هاي، هذه اللوب ايش بنسميها؟ بنسميها infinite loop. نعم، لا نهائية، infinite loop. شو السبب في ذلك؟ إلى ما نهاية، حتضلها تلف إلى ما لا نهاية. فبالتالي لو أنا جبت لك في الامتحان، واخد بالك، إجيت قلت لك زي هيك while true print hello، هذه اللوب لا نهائي، هذه اللوب لا نهاية، حيضل طول عمره يطبع hello. تمام؟ يبقى هذه اللوب لو طلبت منك أنه أنت إيش تسميها، تحكي انه هي انفينيت لوب. تمام؟ كيف؟ اللوب من غير شرط لا نهائي. بالضبط، اللي بتضلها تتنفذ الى ما لا نهايه انفينيت لوب. هاي كم مرة حتلف؟ هذه حكينا انه حتلف الى ما لا نهاية، هاي ولا مرة. تمام؟ واخد بالك؟ لو يعني محل اسئلة، باجي مثلا بجيب لك لوب زي هيك بقول لك كم مرة حتلف، فانت اذا كنت فاهم المنطق تبع اللوب تعرف انه هذه مش حتلف ولا مرة. ليش؟ لانه انت عندك حسب قيمة الاتريشن فاريبل، انت عندك هنا الان بتساوي صفر، الشرط اصلا فولس. تفضل. بالضبط. هل الصفر اكبر من صفر؟ لا. فولس، فبالتالي انت بتروح على دراي اوف مباشرة. تمام؟ طيب بدي اياك تركز معايا كتير كويس، بدنا ناخذ تفصيلة في اللوبس اللي هي جزئية البريك، بريك ستيتمنت. هذه عبارة عن كلمة محجوزة عندك في البايثون. تمام؟ شو بتسوي؟ بتنهي اللوب
وبتقفز الى اول جمله بعد اللوب مباشره. انت لاحظ انت عندك الكود هنا while true، هذا دائما true، تمام. هنا انا حطيت انه line بتساوي input، تمام. وهنا حكيت اذا line بتساوي done، line هذا الانبوت اللي هو دخله المستخدم، تمام. اذا هيك بعمل break. break ايش راح يسوي فعليا؟ راح يروح على جملة الدن مباشرة، على اول جملة بعد اللوب مباشرة immediate، تمام. بالضبط كيف؟ لا تطلع على print done. هاي السهم هاي زي هيك بالضبط، وهي شكله هيك بالفلوت شارت. لانه انت عندك هنا while true، طبعا while true دائما يس، هذا انه انت ما بتطلعش عليه لانه خلص while true، تمام. وفي انت عندك شرط هنا، الشرط هذا انت بتعمل له بالضبط، اذا تحقق الشرط بتعمل بريك. اذا عملت بريك فعليا انت بتسيب باقي الجمل اللي تحت هنا وبتروح على اول جمله بعد اللوب مباشره. ابسط لك اياها عشان انه انت تتخيل الموضوع، لانه هو حاطط لك اياها هنا في جمله شرطيه. لو انت اجيت هنا هاي while true print حلو الى ما لا نهايه، شوف حيضل يطبع مرحبا الى ما لا نهايه، تمام. طيب لو اجيت انا قلت هنا print done، عمره حيوصل للدن؟ never. تمام. طيب لو اجيت عملت هنا بريك وجيت سألتك اللوب هذه كم مرة بتشتغل؟ مرة واحدة، لانه فعليا انه هاي while true بتبع الهلو، بعديها بريك راح يطلع برا اللوب مباشرة بالضبط. فبالتالي هلو بريك رحنا على الضن، تمام. حاجت هو هنا ايش عاملها؟ الكود يطبع اكثر من مره. كيف؟ الكود يطبع اكثر من مره. بتقول انه هنا وايل انه ما تحط هنا الان بتساوي 5، بتحط اتريشن فاريبل او 3 او 4، تمام؟ وبتحط هنا شرط معين وبتخليه يلف حدد لفات معين، تمام؟ احنا في جزئيه البريك. طيب حكيت هنا while true input، عفوا line بتساوي input، طبعا هذه الإشارة انه انت عندك quotation زي string راح يظهر للمستخدم انه زي prompt عشان يدخل input، وبعدها هنا print وهنا print done. هذا بيشتغل زي الايكو. ايش هو الايكو؟ بالضبط تحكي له هاي رد عليك هاي، هاي input في اللاين، روح طبعت اللاين، عيد لي من اول وجديد الى ما لا نهاية، تمام. hello حلو بهذا الشكل بالضبط. بدنا نعمل له بريك هذا، بس حسب ما يكون الانبوت شغله معينه. فبروح هنا بحكي له اذا كان، عفوا هنا يفترض انه اف اللاين بتساوي دان، خلي بالك هنا يساوي يساوي، تمام. بدك تطبع، بدك تعرف وين بدك تعمل بريك. اطبق اللابتوب هناك عندك لو سمحت. فبالتالي انت اي حاجه بدك
بتدخلها بيروح بعيد لك اياها زي الببغاء، الا اذا انت دخلت ضن ساعتها ايش بعمل؟ بريك. بريك حيطلع على سطر 6، يبقى اللاين مش حيطبعه، مش حيكرر لك اياه. شوف كيف في التنفيذ. هاي هاي هلو، كرر لك اياها هلو دان بيطلع. تمام، واضح البريك. طب ليش عم استخدم البريك؟ كيف ليش البريك عليه مش لحاله؟ لانه تابع للاف. واضح واضح السنتاكس تبع البريك، واضح ايش عملها. تمام، لسه حنشوف كيف حناخدها في مسائل، يعني احنا بس نفهم كيف تشتغل، حنشوف هالجيت وين حن ممكن نستفيد منها في مسائل. هيك الرنت بخلص ولا في تحت ضم؟ في تحتها ضم. واضح البريك؟ واضح يا شباب؟ في حدا مش فاهم البريك؟ طيب نيجي للكونتينيو. كونتينيو استمر، بريك يعني وقف، كونتينيو استمر. تمام، ركز معايا كويس. الكونتينيو بتنهي الستيتمنت الحاليه، عفوا الايتريشن الحاليه. تمام، وبتقفز لبدايه اللوب للتوب تبع اللوب. البريك بتنهي وبتطلع برا اللوب. اما الكونتينيو بتوقف الايتريشن الحاليه، اللفه الحاليه بتوقفها وبتبدا من اول وجديد. فبالتالي السهم حتلاقيه رايح وين؟ على الوايل. شايف كيف؟ هاي كونتينيو بالضبط على الوايل بالضبط، وكأنه بقول له وقف ونط على اللفة اللي وراها، كمل على اللفة اللي وراها. كونتينيو استأنف، كمل، استمر، استمر باللفة اللي وراها، وقف اللفة الحالية وروح لي على اللفة اللي وراها. هاي معنى الكلام بالضبط. هجيت عشان أنا أشرح لك هذا الكلام، بدي اوضح لك هنا كيف احنا بنتعامل مع السترينج في البايثون. انت في عندك هاي اس بتساوي هلو، فعليا احنا بنتعامل مع السترينج هيو اس، انه هو عبارة عن سلسلة من الاحرف. اس بروح بطبع لك النص كامل هلو، بدك تتعامل معها حرف حرف، بدك تتعامل معها كليست اوف كاركترز، قائمة من الاحرف. فممكن تقول له اس اندكس، هنا شايف الاندكس كيف بتحطه بين اقواس زي هيك براكتس، زيرو. احنا بنبدا الاندكس دائما بزيرو، اول حرف اتش، واحد، ثاني حرف اي، ثلاثة او اثنين، ثالث حرف، وهكذا. كيف يعني؟ ممكن تعمله تكرار. فبالتالي انت عندك الحرف الثالث والرابع ال. تمام، الحرف الخامس الاندكس تبعه 4 او. لو بدنا من واحد نجيب حرف الاي ولا حرف الاتش؟ لو في فرق واحد الاي زيرو اتش، لا باتش الصفر اللي فوق. لو بدنا من واحد اي صفر اللي فوق هذا؟ نعم. طب ما هي دخلت واحد بجيب لك اي ثاني حرف من صفر لعشرة، مش من واحد لعشرة يا استاذ. الاندكس دائما بيبدا من صفر دائما، مش انه حسب ما انت بديت. يعني انت عندك هنا في السترينج هاي اس 2 بتساوي ويلكم، ولو قلت هنا اس 2 اوف الثلاثة سي، حرف الرابع بالضبط. هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة، الحرف الرابع. ايش الاندكس تبعه؟ زيرو. ايش يعني حرف مش موجود؟ اندكس مش موجود قصدك. يعني انت عندك اخر حاجة، انت عندك هاي خمسة الام، عندك ستة الاي، لو رحت على السبعة بيجيب لك اندكس ايرور، اندكس ايرور، اندكس مش موجود. مش لانه بيبدأ من الصفر، انت طلعت انه هذه طولها اخر حرف، انت عندك الاندكس تبعه ستة وانت جبت لي سبعة، الاندكس مش موجود.
تمام؟ بس لو في فراغ ممكن لو فيك مال بجيب لك. تمام؟ فبالتالي هنا لما بتيجي تقول انه line of zero ايش بتفهم منها؟ اول حرف. اذا كان اول حرف بيساوي الهاش ساعتها بعمل continue بالضبط. بكمل الايكو. تمام؟ بكمل التكرار تبعه، بكمل الصدق. فبالتالي انت اي حاجة انت بتدخلها بكرر لك اياها ما عدا انه تكون بتبدأ بالهاش. لو كان بيبدأ بالهاش بعيد من اول بالضبط، بياخد منك انبوت جديد. فبالتالي هنا هيو continue راح على بداية الوايل، فبالتالي هيو لاين بتساوي انبوت، اخذ منك انبوت جديد. تمام؟ فبالتالي هي نفس الجملة هنا. تمام؟ بروح بقول له انه هنا بعد اللاين بقول له if line of zero بتساوي الهاش. كيف ولا حاجة، هاي يساوي يساوي. أنا سريع. ساعتها بروح بعمل continue. لاحظ انه البريك والكونتينيو ملون لك اياهم، هذول كلمات محجوزه. نعم مش بيلت ان كلمات محجوزه في البايثون. طيب شوف لي كيف في التنفيذ. اجيت هالو بعيد لي اياها. طيب هيك مش هيعيد، راح ياخد انبوت من اول وجديد. كونتينيو شايف هيرجع لي البرومبت انبوت من اول وجديد بالضبط. حتى لو هاش لحال اي حاجه بتبدا بالهاش ببدا لك من اول وجديد. عملت دان بريك، هذا فيها بريك وكونتينيو اثنين سوا. هذه فيها بريك وكونتينيو. تمام؟ يبقى هنا الكونتينيو فعليا انت بتروح بتنتقل على بداية الوايل على التوب، توقف الاتريشن الحالية، معناها انه انت بتكملش الباقي هذا اللي تحت. تمام؟ وبتروح بتقفز وين؟ على بداية الوايل. برضو حنشوف وين ممكن ان احنا نستفيد منها. طيب حقيت اللوب هذه اللي فاتت اللوب هاي بنسميها indefinite loop. خلي بالك فرق بين indefinite والinfinite، عفوا بين indefinite والinfinite. infinite غير نهائية، indefinite غير محدد عدد اللفات. يعني انا لو جيت سالتك في الامتحان هذا الكود، جبت لك هذا الكود وجيت سالتك قلت لك كم لفه حيلف هذا؟ حسب الانبوت تبع المستخدم بالضبط. ممكن يضله ويزهق من اول مره ويحط ضن ويوقف، وممكن يضله يدخل 10 مرات، ممكن 20، غير معروف عدد اللفات. يبقى هاي اللوب indefinite. تمام؟ اما هاي احنا اتفقنا انه هذه لحال زي هيك، هذه انفينيت لا نهائية، راح تضلها تشتغل إلى ما لا نهاية. انديفينيت بتلف عدد لفات مع يعني معينة، بس قديش غير معرفة، الله أعلم. تمام؟ طيب نيجي الآن للديفينيت لوبس. ديفينيت معناها إنه عدد اللفات تبعتها معرف. عادة
الديفينيت بتلف حوالين فاينايت سيت، مجموعة محددة معرفة، زي ايش مثلا ليست او لاينز ان ا فايل. لو انا جيت قلت لك انه انت بدي اياك تلف على الاسطر في الملف هذا كله، الاسطر اللي في الملف هذه محدودة ولا مش محدودة؟ حتى لو كانت كبيرة، لو جيت قلت لك انت عندك ملف في 10,000 سطر، محدودة ولا مش محدود؟ محدود. فبالتالي اللوب هذه ديفينيت ولا مش ديفينيت؟ ديفينيت بالضبط. بالضبط. نيجي الآن بالنسبة للليست، إيش معنات الليست؟ بالضبط. انت كيف ممكن تعرف ليستة في البايثون؟ تروح بتعرف تديها اسم، بتقول مثلا الواحد بتساوي، تفتح الاقواس هذه اللي براكتس هذه، هذه اقواس الليست قائمة. انت ممكن تعرف قائمة من الارقام، قائمة من الكلمات، قائمة من الارقام العشرية، زي ما بدك. فممكن تقول 3 7 12، بنفع انواع مختلفة. وممكن تعرف ال 2 بتساوي احمد علي زي هيك احمد علي 2. وممكن انه انت تعرف فلوتس ارقام عشريه بالضبط، 1.1 1.3 و4 ونص و19.0. فبالتالي على حسب، انت ممكن انه بيقبل لك كل التايب، وممكن انه انت تعرف من تايبس مختلفة برضو بنفع. ممكن تقول الاربعة بتساوي 3 احمد 1.5، هذا فيها انتجر وسترينج وفلوت. بنفعش ايش؟ بنفع. مش لازم تحدد هاي. نعم. فاكر لما اجيت حكيت لك انه انت بتعمل رينج وانه هي عبارة عن ليست؟ هي فعليا هذه الليست. هاي رينج 5 أو 4 5. وقلت لك عشان انت تشوفها هي عبارة عن سلسلة من الارقام، ليست من الارقام، فعشان هيك رحنا عملنا ليست. شايف؟ هي عبارة عن ليست 0 1 2 3 4. وين؟ هذا هو اللي طلع لي. نعم. والخمسة هان وين الستارت والإند والستيت؟ ما احنا حكينا لو انت ما حطيتهمش بعتبر انه الستارت 0 والستيب 1، يبقى 0 1 2 3 4، تمام؟ 5 أرقام بعمل لك في السلسلة، تمام؟ طيب حاجات هنا اللي بيجي يعني النقطة اللي بدي أحكي لك إياها، إنه أنت ممكن تلف على عدد عناصر الليست. مش أنا حكيت لك هنا في السلايد إنه أنت يعني الديفينيت لوبس بتلف على عناصر محدوده، انه زي الليست مثلا، فهي الليست هذه كم عنصر فيها؟ 3، وهي 2، وهي 4، وهي 3. طيب بدنا نلف على الليست الاولى 4، بدي اعرف iteration variable سميته n، n الواحد برنت ان، تمام؟ ايش تطبع؟ 3 7 12 3 7 12. شو معنى هذا الكلام؟ انه انت فعليا بتعرف iteration variable. خلي بالك من هاي المصطلح، هاي تاني مرة يمر علينا، تمام؟ iteration variable هذا القيمة تبعته بتختلف في كل لفة. اللفة الأولى قديش قيمته؟ 3. اللفة الثانية 7. اللفة الثالثة 12. طب لو غيرنا الليست، حكينا ال2 تمام،
أول مرة أحمد، ثاني مرة علي. أول لفة أحمد، ثاني لفة علي. الإيتريشن فاريبل. وهذا زي ما حكيت لك إنه أنت ممكن تختار تغير اسمه زي ما بدك. هاي ريفاكتور نيم فور نيم إن ال اثنين. فبالتالي النيم أول مرة بيكون أحمد، ثاني مرة بيكون علي. إيش يا أستاذ؟ تمام. طب لو غيرنا ال ثلاثة، نرجع هنا برضو بنسميه ان لانه نمبر. فبالتالي اول مره 1.1، ثاني مره 1.3، ثالث لفه 4.5، رابع لفه 12.0. ممكن. تمام. نيجي الان للرابعه. كل مرة حيكون شغلة مختلفة. 3 أحمد 1.5. هاي 3 أحمد 1.5. وممكن أنا أعمله لستة ناتجة من الرينج. إيش الفرق بين اللستة الناتجة من الرينج واللستة هذه؟ إنه بتكون بس فيها الأرقام متسلسلة. فبالتالي هنا رينج 5. إيش حيطبع لك هنا؟ هيعمل لك سلسلة من الأرقام. هاي وزي هاي بالضبط. بالضبط. أول مرة حيكون زيرو، ثاني مرة 1 2 3 4. زيرو 1 2 3 4. هجيت كل اللوبس هادي بما فيها هاي، إيش بنسميهم هدول؟ ديفينيت. بالضبط. ايش المعرف فيها؟ عدد اللفات. هذه كم لفه؟ ثلاثة. هذه لفتين. هذه 4 لفات. هذه 3 لفات. هذه كم لفه؟ 5 لفات. من 0 ل 4. طريقة ايش؟ ايش الطريقة الأولية يعني؟ مش فاهم عليك انت ايش بتقصد. كيف؟ لا لا، انا بس بوضح مفاهيم، لسه ما اخذناش مسائل. بوضح مفاهيم، بوضح لك شو معنات ليست، وايش يعني عناصر الليست، وايش معنات انه ديفينيت لوب. ديفينيت لوب انه عدد اللفات تبعتها معروفه، كم لفه حتلف. تمام. لو جبت لك في الامتحان سؤال زي هذا وجيت قلت لك أكم لفة حتلف؟ خمس لفات. خمس لفات. أكم لفة؟ بدي الجواب رقم. خمس لفات. نعم. تمام؟ طيب الآن هذا لو احنا غيرناه، مش احنا حريين نختار المتغير اللي احنا بدنا إياه؟ آي. بالضبط. For I in range 5. برينت للآي برضو نفس النتيجة 0 1 2 3 4. فاكر انه احنا لما كنا نستخدم الآي هو عبارة عن iteration variable، انت بتحدد اسمه. فبالعادة بيكون يا آي يا أن، يا انت بتختاره زي ما انت بدك. بالضبط. تمام. شوف هنا الكود for I in، هنا حط الليستة مباشرة اللي احنا كنا مسوينه قبل. رحت انا عرفت هنا لستة الواحد بتساوي. تمام. وفتحت قوس، هاي 5 4 الى اخره لغاية الواحد. سكرت القوس. وهنا فور اي ان الواحد بدل هذا الكلام، نفس الاشي. وممكن هذا نفسه تحطه هنا هايو زي هيك. تمام. فأول لفة إيش حيكون؟ 5. ثاني لفة 4. ثالث لفة 3. رابع لفة 2. خامس لفة 1. هايو زي هيك. بالضبط. هذه ديفينيت. كم لفة حتلف؟ 5 لفات. كيف؟
بيبدا من الخمسة. نعم، 5 4 3 2 كاونت داون على التنازلي. طيب فعليا انت اصدقائك على الفيسبوك لو بدك تبعت لهم رسالة للكل، مش انت في عندك خيار انه ارسال لكل الفرنس اللي موجودين عندك، هي فعليا عبارة عن لوب. اجت السنة الجديدة تمام بالضبط، فبالتالي هاي فرنس مش مين مين في عنا احنا في الفرنس هنا زي ما انت شايف انه ليست اوف سترينجز، جوزيف جلين وسالي. نعم، فبالتالي هنا بروح بلف فور فريند ان فريندز. خلي بالك هنا من الاس، هاي هي عباره عن الليست وهذا اتريشن فاريبل. خلص تعود اسمه زي هيك اتريشن فاريبل، تحدد اسمه زي ما بدك. نعم، فانت بتروح بتقول هابي نيو يير فريند، فبالتالي الفريند هذا اول مره بيكون جوزيف، ثاني مره جلين، ثالث مره سالي، فبالتالي هابي نيو يير جوزيف، هابي نيو يير جلين، هابي نيو يير سالي. فبتلاقي انه كل واحد في صندوق البريد تبعه انه في رساله وصلها له. فعليا في الفيسبوك عباره عن لوب زي هيك تمام، فاحنا ممكن نسوي شغله زي هيك. بنفتح لستة زي هيك تمام، وحكينا مين في عنا جوزيف، وممكن انسخهم هيك مباشرة. انا خليكوا على حالي، وانا بروح بحكي for name and friends print happy new year comma name. بعديها هنا دار فيش بريكر، فيش فيها بريكر تمام. هابي نيو يير جوزيف، هابي نيو يير جلين، هابي نيو يير سالي. كيف بسأل فيش فيها بريك، بحكي له فيش فيها دلاله ديفينيت، هذه ديفينيت. البريك فيه لها استخدام تاني في البحث، فبالتالي انت بتستمر في البحث، اذا عثرت على الشيء اللي انت بدك اياه ساعتها بتعمل بريك توقف، حتيجي مسائل عليه تمام، بس خلينا ماشيين بالتدريج. طيب احنا بدنا نيجي هنا نطبق هذا المثال على البلاك ليست، فبدي اعرف لستة من الاسماء الموجودة في البلاك ليست. مين في عنا في البلاك ليست؟ مهند. مين كمان؟ اسمك كمان مرة؟ أحمد. في قدامه حسين. مين في كمان؟ حازم. مين كمان؟ صلاح. بشار. for name in blacklist، بروح بطبع على الشاشة you are in the black list. سلام هنا name كوما you are in the blacklist. فهنا لما نشغل مهند you are in the blacklist، أحمد you are in the blacklist، حازم صلاح بشار you are in the blacklist تمام. طبعا طلعنا دكتور، أطلعك أنت؟ طيب أنت أحمد صح؟ أغيت ممكن أجي أحكي إذا النيم بتساوي أحمد بدنا نطبع له رسالة خاصة برنت
ماينس نيم زائد امبير بلس بي جود. خليك عاقل إلس البقية من انتماع لهم نفس الرسالة تمام. فبالتالي هنا هايهم كلهم مهند you are in the blacklist. أحمد be good. حازم you are in the blacklist. صلاح بشار تمام. طب ينفع تكتب لكل واحد ممكن انه انت تعمل اف ستيتمنت لكل واحد وكل واحد تكتب له شيء شكل تمام. تمام طيب حقيقة احنا عرفنا هاي الواحد هاي ثلاثة خمسة أربعة. في عندك دالة بيلت ان في البايثون اسمها لين بتجيب للينث تبع الليست طولها طولها يعني عدد العناصر تبعتها. هذه كم عنصر فيها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فيفترض يرجع لك خمسة تمام. فبالتالي ايش فايدتها هذه؟ هذه ممكن تستخدمها مع الرينج. إذا أنت ما كنتش عارف طول الليست تستخدمها مع الرينج. يعني هنا ممكن أنا إذا مش عارف طول الليست هذه فبروح بقول هذا الكلام بالضبط. هاي برينت بدي أحط لك فاصل في الطباعة عشان إنه أنت تميز. وهنا بدي أقول for I in range len blacklist. لاحظ الأقواس. أنت عندك هنا رينج فاتح الأقواس وجوا الرينج رحت استدعيت دالة تانية اسمها اللين. بتجيب لك الطول تبع الليستة هذه عشان تعمل عليها رينج. لا طول الليستة عدد العناصر اللي في الليستة يعني تمام. ممكن انه ساعتها تصير تتعامل مع الاندكس. مش انا حكيت انه انا عندي هنا بالضبط يعني هي الواحد اوف الزيرو. مين يحكي لي قديش بترجع؟ طلع على الشاشة ثلاثة. هاي اول عنصر. طيب اوف الثلاثة اثنين. هاي زيرو واحد اثنين ثلاثة. ونفس الاشي بالنسبة للفرينز هنا للبلاك ليست. فانت لما تقول هنا برينت بلاك ليست اوف الزيرو واضح كيف التعامل هنا. التعامل هنا مختلف. شوف هنا كيف التعامل. بتقول نيم ان بلاك ليست معناه انه انت تتعامل مع اتريشن فاريابل. أول مرة حيكون مهند، ثاني مرة أحمد، ثالث مرة حازم وهكذا. لكن هنا أنت بتتعامل مع رينج للين أنه أنت بتجيب طول الليستة وبتتعامل مع الانديسيز. فبتصير بتقول بلاك ليست أوف الزيرو أو أوف الآي. والآي إيش هتكون؟ زيرو واحد اثنين لغاية الطول تبع تبع الليستة. صفي معنا هذا كيف؟ آه في لها نهاية. هاي. لا فيش لستة إلى ما لا نهاية. definite. حتى لو 7 مليار definite. تمام؟ بالضبط. فهنا أنت ممكن تطبع الآي والليست أوف الآي. شوف كيف بتطبع لك. هاي الإندكس زيرو مهند، الإندكس واحد أحمد، اثنين حازم، ثلاثة صلاح، الإندكس أربعة بشار. تتعامل هنا مع الاندكس تمام. واضح يا شباب؟ طيب
يبقى زي ما اتفقنا الاي هذا احنا ايش بنسميه iteration variable بالضبط. الiteration variable البلوك اللي هو المقصود فيها هذه الجملة اللي هي print الاي هذه البلوك تبع الفور والبلوك body تبع الفور تمام. هجيت هنا الiteration variable ايش بيسوي؟ بيعمل iterate بلف حول السيكونس. يبقى هذه عبارة عن sequence of numbers سلسلة من الأرقام يعني مرة 5 4 3 2 1 كل مرة بيكون زي هيك. فعليا انت لو فرطتها اللوب هذه لو فرطتها شايف قديش الكود اللي انت عندك تكتبه هو فعليا زي كأنه الاي بتساوي 5 print i i بتساوي 4 print i i بتساوي 6 print i. هذا الكلام انت عامله في سطرين شوف كم جملة لو بدك تعملها بشكل سيكوانشال. شايف كيف انه اللوبس بتوفر عليك كتابة جمل بالضبط لانه هاي فعليا جمل تكرارية بالضبط. لو انت اطلعت عليها وفرطتها الاي بتساوي 5 برنت اي اي 4 برنت اي 3 برنت اي 2 برنت اي لغاية الواحد زي هيك. كيف؟ مش سامع. لوب ايش؟ وينها؟ فوق يعني هيك؟ هاي معناها يعني مصطلحات مصطلحات في اللوب. احنا ايش ممكن انه احنا نسوي في اللوب؟ مصطلح مصطلح هي كلمة مصطلح مصطلح اللوب بالضبط. what we do in loops احنا بنستفيد ايش بنستفيد من loops؟ احنا ممكن نستفيد في اللوب انه احنا نعمل سيرش مثلا وهذا كلام احنا حناخده المحاضرة الجاية. هذا الكلام احنا حناخده المحاضرة الجاية. فالمحاضرة الجاية احنا حناخد مسائل الأشياء اللي احنا تعلمناها هذه حنصير نستخدمها في لوبس بالضبط. يعطيكم العافية.